قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا. Tout va bien? Ça va. Attends, on a hâte. Le mohim. Arrange le Walkelma. Ouais, tu connais que les photocopies? Rien à jeter. Avec le de هادشي راه طوب سكري. حتى شي حد ما عارف شي حاجة. راجل دابا اللي صحاب لينا. عرفت اش غادير؟ رد لي هادوك لي فوتوكوبي ديالي. هادي ماشي ديالك. كان علمك راه الى البوليس اخونا الخبر لهذا الشيء هذا راه ما نعرفكش نكرك انا. ميرسي بوغ تو. دويا هاد العشية قبل باش تكمل لي زيتود ديال واش سمعتيني؟ أنا جاية. أنا غادي نشوفك علاش قادة. والو ما فيك فايدة بنتي. أنا هي الخطا بحال باباك. ألو أهلا مصطفى، ودابا عاد فهمتك علاش تقلقتي قبيلا. وراه ما كانش يمكن لي نعرف بان غادي نلقى هاد الكروس اللي بين كاملين في
أأمل مشات ناس ورا ما غادي تعرف شي حاجة صافي وراك كتعرفني راه ما كانش يد شي دوسي ما كنطلق منه حتى نسالي يفو با ديكوني يا صاحبي راه زمان الزروطة مشى مع مولاي كيفاش على هاد الحساب ميمكنناش نهضرو في التليفون وقتها صباح على خير بقيت كنتسناك وانا كنقرا حتى نعس بلا ما تفضوا انا غنمشي نوجد الفطور عرفتي شنو قال لي مصطفى البارح قال لي بين التليفون ديالنا شوف طابل ديكوت مسكين ما عرفتش شنو طرالو هضرت مع الدواني البارح وقبل باش نكمل لي زيتو ديالي هاد العام راه تكلمت لك على هادشي البارح ولكن ما عرفتكش واش سمعتيني بالنسبه لهاد العام يبقى لي بلا ليسونس ناخذو خدامه ونحلو المشكل عقلتي ملي ولات طلبتي مني باش نتسنى غير عام على ما نرجع لافاك دابا ليلى عندها 3 سنين قريتك تقدر تكملها من دخول ليلى المدرسة تكوني ديجا مون اوبينيون سوغ سيت افير الوغ اون اريت وزيدون انا ما بغيتش بنتي تربيها لي خدامة ولي دار الدراري خصو يكون قاد عليهم هي نبقى نتسنى حتى نكبر على القراية مالكي مكنتيش ثقة في راسك انت اللي ما عندكش فيها الثقة لا بروف عندك المشاكل ومخبية عليا علاش باش نحميك تحميني؟ مناش باش نحمي خصني نخليك بعيدة من المشاكل ديالي و سورتو ماتنو التقرير اللي توصلت بيه من عندك عجبني بزاف ما عندي ما نقول كنختار هذه الفرصة باش نهنئك باسمي الشخصي وباسم الوزارة اللي كنتمي لها واللي عجبني فيه بزاف وهو أنك حصرتيه في الجانب التقني المحض للمشروع حيت مهندس من المستوى ديالك ما عنده ما يدير بالجانب السياسي الجانب السياسي عنده ما اللي مكلفين به ما يخفاش عليك بل اللي كيهمني بزاف أنا ماشي غير القيمة التقنية ديال السدود ديالنا ولكن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي كيشكلوها السدود في المحيط اللي كتكون مصوبة فيه ديك ما عندي ما نقول الو اسمع مزيان عندك حتى الغدا الصباح باش تجيب لي الارقام الحقيقية الخاصة بالسد الجديد سد الخير طبعا خاصني الميزانية الاولى والميزانية الاخرى ديال السد بعد ما تغير الموقع ديالو دبر راسك ماشي شغل اما بالنسبه لك انت قررت باش غادي نكلفك بواحد المشروع اهم واكبر بكثير كيتعلق الامر بمشروع سد جديد في تفيلات شي اللي الرمز ديالو ما غاديش يخفى عليك دابا
بون كوراج. تفضل تفضل. الو، احترامتي نعمس. لا نعمس غير انا اللي ما قدرتش نفهم هو كيفاش هذا المهندس وصل لهذه المسؤوليه وخا دوز العبس. انا اللي عليا كنديرو نعمس. مراتو واه نعمس سيدي، الا كتعتبروا هذه احسن طريقه. اه انتوما اللي عارفين، وانا ما قلت والو نعمس سيدي. اسمحوا لي نعمس، احتراماتي. جانا دابا واحد التليفون من الولايه كيقول لنا بان السلطات المحليه منعات العرض ديال اليوم، وحنا بطبيعه الحال ما متفقينش مع هاد الشيء. سمح لي عافاك، سمح لي عافاك، سمح لي عافاك، هكا ديالي ما خديتش الورق من قبل وراه منعوا السبيكتاكل. ويلي للسالو سي دوماج، والله الا كنت بغيت نضحك شي شويه ولا حرب خارج من سيفون علي بحال الجر. يلا الله يمشي. يلا تا سي دوماج، كنت بغيت نضحك شويه اليوم. وفات ما قلتليش كيف كانت لا ريبونس ديال كمال على المشروع ديالك؟ ما لقيتش كيفاش نهضر معاه، هادشي علاش انا باقا كنتسنى. انت في شكل اختي تسناي تسناي ولا لا ادرا باش يفهم خلاص؟ سي امبوسيبل، راه ما يمكنش غير تمسني تنشعل. نلعب سبيكتاكل عاوتاني. شحال هادي بنت شنعسات؟ ميرسي رشيدة. أبيانتو أبيانتو. بغيتي تسالي سبيكتاكل؟ ما كانش تا هو ولا عاجبو راسو؟ منعوه هادشي علاش؟ عمرك ما تكلمت لي على هادشي. قبل ما نعرفك كنت من دوك الناس اللي كيقلبوا باش يخرجوا لبرا. حتى انا كنت من دوك الناس اللي كانوا باغيين يهاجروا. تعقلي النهار اللي عيطي لي في التليفون باش تخبريني بلي راكي حامله، كان هذاك هو النهار اللي خديت فيه الفيزا لكندا. لا راك غلط، كاع ما عيطلك في التليفون داك النهار. كنت بغيت نعيطلك ولكن ملي خممت مزيان قلت من الاحسن نجي عندك بنفسي.
ياك ما كانش خاصني نجي عندك ديك النهار. اذا الا فهمت مزيان الدموع ديالك ما كانش دموع ديال الفرحه. اما يقلمني حتى تراسي فم السباب لما نحس البرج سد لي انا مده وانا خدام عليه بدلولو بلاصتو تبرسو بلا ما يخبروني وكل شي هادشي باش يرضي واحد مجموعة ديال الكغوس لي قوم لي على بالك تكون الناس لي لحطوا عينيهم على شي ارض كيبغيوها تولي ديالهم وملي كتولي ديالهم كيبغيوها تكون قويه وبزز والضعيف يسقي من البحر المهم انا درت اللي عليا في الرابور ديالي شرحت لهم بان الديبلاسمون ديال السد غلطه كبيره غادي يكلفوا ميزانيه اكثر من داكشي اللي كانوا متوقعين داكشي علاش انا هكذا نسيت ما قلتش لك بان رضوان غادي يجي غدا للدار البيضاء مع العشرة د الليل وعدتو باش تسناي في لاكار راه غادي تكون عندنا ايوا ميمكنلكش تلقى لي انت على ما علمتكش بلي مسافر غدا وميسيون لا وانا قلت لك دابا خير لالا صافي الله يخليك رجع على خاطرك وين فين جا شي الحسن تاني حسن تاني وشويه بعيد في الحقيقه ياك المهم شوف غادي تمشي نيشان غادي توصل شارع محمد الخامس من اللي غتلقى واحد الساحه سميتها
لطيفة؟ عزيزة عليا تاتا لطيفة. عزيزة عليك بزاف؟ عزيزة عليا بزاف. ومن اللي عزيزة عليك نديك عندها؟ يلا ماما نديك عندها. مرحبا بك، غير واحد الحاجة، عزيز مونتي تامي بايت معايا هاد الليلة. تسنيت نص ساعة في لاكار ونص ساعة هنا باب الدار، يمكنلاش نزيد نتسنى أكثر، ما عرفت شنو وقع. إلا قبلتي عيني قبلت العمارات كامل ونجو من موراك بجوج، واخا؟ واخا، أنا غنتسناكم هنا باب الدار. كل حاجة بلاصتها. كون هاني اجي تشوف، اجي وسربي لي فوتوكوبي. اجي تشوف واحد الطرفة مولاي. ويلي ويلي ويلي، ما عمرك غادي تحلم بحال هاد الطرف، غاتقول ما خارجة من بلاي بوي. اكون عندي شي وحدة بحال هادي ما نبقاش نفرق الفراش. ويلي ويلي ويلي، تا الماكلة نسمح فيها. اجمع اليوبكة غلط. هيا طوموبيلتها. فهمش دابا هاد الويلة هادي بلا ما تخنزر فيا، انت ما كتعرفش هاد خيتي غير الزين والخو الخاوي.
أمل أمل وي بونجور مسيو الديريكتور كمال غريب هذا توصلت اليوم بواحد الرساله ولكن راه خصك تعرف بان هاد لا ميتاسيون راه ما عجبانيش وراه ما جاتش وقتها الو هذا رضوان وقتاش دخلتي فين راك امل معاك انا عند زينب امل معكم بغيت نشوفك يمكن لك تجي دابا يا امل وليلى معكم ولكن ما تعطلش اش كيدير مسكين كيبرد على قلبه دخلي دخلي ما خصناش نخليه بوحدو يمكن الى عندها شي امبيشمون ما تحناش حنا كاع على البال غير صبر صبر شويه راه دابا تبان المهم بعدا ما كايناش في الكوميساريه وما كايناش في ليزورجونس ما عند الانسان علاش يخاف ما عندها فين تخبر انت علاش ما خبرتيش بحالها كمال حشومه اخوك الكبير هذاك كمال 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 انا غير خفت لا تكون خلاتك حتى سافرتي ومشات مع قوليها مشات مع شي واحد اخر ياك حيت ما كتحمليهاش شنو خدات لك انت اللي خدات لك بنتك كمال نسيتي قالوا سي الحاج كمال هذا ما جات عندكم امل حيت كانت بغات تشوف الحاجه ابو ما عيطتش لكم في التليفون لا هاد السيمانه لا السيمانه اللي فاتت صافي سي الحاجه لقيت واحد الورقه كاتبه ليا فيها بان راه عند اختي زينب صافي هاي كلشي مزيان سلمها للحاجه كلشي مزيان كلشي مزيان كلشي مزيان ما كتشوفيها اش بغيتي نقول لبا انا كون كنت بلاصتك لو كان قلت ليه شنو وقع انت راك ماشي بلاصتي دابا فهمتي وراك ما عمرك ما تكون في بلاصتي وما كتعرفش شنو هي امل بالنسبه ليا دي عامين ولا ثلاث سنين وانا كنحس بشي حوايج ما قدرش نصالح بهم حتى نفسي خفت نلقى راسي حتى انا كتعرفني ملي كنبغي ندير شي خدمه كنبغيها تكون متقونه مقاده وفي الوقت ولكن هادشي ماشي مهم عند المسؤولين اللي خدام معاهم خرجونا انا من السد عامين هادي وانا خدام فين ويجي يحوني للصحراء ومن هنا يومين خصني نكون تما ومراتي بقات عندي ثقه في هاد البلاد ما كتعرف حتى شي واحد اللي يمكن تكون عنده فين غادي تكون فين
شنو تحبتها؟ شفتها لطيفة 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 الرشيد لطيفة الرشيد. ألو 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 مساء الخير، الله يخليك مدام لطيفة. ما كايناش سيدي، مسافرة. مع من مسافرة؟ شكون كيسول عليها؟ وشغلك؟ انتي شغلك؟ على موطوري وسلختي فيما بغات، نسلختي حتى للفراج كاع. ايوا عافاك، ما تبقاش ديري بحال الفعله، جامي جامي جامي.
الو الرشيديه؟ نعم لالا. يمكن لي نتكلم مع السي كمال غريب؟ كنظن النمره غلط. ما يمكنش، لا ديليغاسيون ديال الوزاره ديالكم في كازا هي اللي عطاتني هاد النمره. ما عندنا حتى واحد بهذه السميه. كيفاش؟ دوز لي المدير عفاك. نعم انا مرات السي كمال غريب المهندس ديال راجلك. مدام ما يستحق صفه مهندس، سمح خدمته في الوقت اللي البلاد كلها محتاجه للسد اللي تعين فيه. فين يمكن لي نلقى دابا؟ راجلك ما عندوش احساس بالمسؤوليه. الو الو عجبتك الجلسة مع تاتا لطيفة؟ ايه. ما قمتيش؟ لا. قولي بنتي قولي. وتوحشتيني شوية؟ هادشي اللي بقى هادي ثلاثة سيمانات سي كمال دار ان روتري. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس؟ ميرسي.
ليلى ما غاديش تفلتي لي ولا بدا ما تقولي لي فين كنتي غابره الشتانة. ياك ماشي صعب فعل تارك ولا لا؟ على خاطرك غير ما تنساهاش بنت كرفستي عليا مزيان. داير ما فهمتش كيفاش قدرتي تخلي بنتك عندي قاعد الوقت من بلوس عيت من عيط لك في التليفون. كنت علي نحمق دابا شحال خصك الفلوس؟ انتي عارفة باللي ما ساليش لي زيتود ديالي، كان باقي ليا عام باش نشد لا ليسونس، ولكن واخا هكاك خصني ولا بدا نلقى خدمة. كنتي تسمعي لي في هذاك الوقت ما تبعيش كلام كمال. نسايا عافاك، بالنسبة ليا هو سفيني، اللي كيهمني هو المستقبل سيتو. أنا عارفة هادشي ماشي سهل، عارفة باللي خصني ولا بدا نلقى خدمة، كري دار صغيرة اي سيغتو نهدى من البكا. بون Essayons de taper une bonne petite cuite. Santé. مالكي؟ حرق الراس صاحبتي، حرق الراس. هذا ما كان، راه غير سكرت البارحية الحمقى عاوتاني حلمت به. يا شاك فوا سي باغي تهضر عليا الناس. الو لطيفة، سولت فيا ليلى؟ مازال ابو ايوا مزيان دايغ من الاحسن ما تعرف حتى حاجه على السفر ديالي باش ما تهرش لي راسي، سورتو اللي دابا قررت باش نقضي هاد القضيه. طريق سلامة. ميرسي لطيفة. عليا الراس القاصح ما عنده دواء. ايوا مزيان ولا ما مزيانش؟ ولكن ما ترجعيش بيدك خاويه. اوكي بسلامه. تعالي بسلامه. you
داخل. واخا لالا. قلت عليا حتى انت tu es encore plus belle tu sais. فين ليلى؟ ليلى ما جاتش معايا عند القرايه. سي دوماج. شحال عندها من عام دابا؟ 10 سنين. سا باس فيت. اي وي. ما كرهتش نشوفها في الحق. كتشبه لك انت اكثر منه هو. باقي شويه الحق في الدنيا. هذا هو الأطلس. هذا هو الأطلس الكبير. ماشي بحال لي زارب مي سي با مال دو تو. على ما كنظن كتعرفيش البلاد مزيان. كنعرف اللي كيهمني أما الباقي هذه سبع سنين. علاش ما بغيتيش تحل لنا الباب ملي جيت انا وزين بلانتك في الدار؟ كنت باغا نشوف حتى شي حد. من الناس ولا حتى من العائله؟ هذاك الوقت ما كان عندي حتى شي فرق. ودابا مازال ما كنتش هكذا من قبل. صديق قديم ولكن هذه مدة ما شفتوش. ماشي هادشي اللي كنت ناوي. شنو غندير دابا؟ اسمح لي انا نسحب واش حكيت لك كلشي في البرا ديالي. المهم انا شفتو هنا اجتماع ديال المنظمات غير الحكوميه في المنطقه. ديال المومات البرجوازيين هادو كانوا مخبيين بحال الدجاج ملي كنا حنا في الحبس. اليوم سيدي قال لك ولاو ديمقراطيين غادي يديروا الجمعيات ديالهم وداروا الجرائد ديالهم باش يتبعوا قالك الموضة المجتمع المدني طز هما راه باش يديروا لي زافير ديالهم في خاطرهم. ايوا سيدي راه خوك حتى هو منهم. واذا ماك هو ما تبهلكش وما كاينش الشك. وفي الاول انا ما عرفتوش تبدل عليا ولكن ملي شفت سميتو في اللائحه اتصلت به ويطلع لي الزعف. ضرب راسو سيدي ما عقلش عليا. يا كيف جاتك هذه؟
يمكن ما يقلش عليك، راه من تشدينا انا وياك راه كان هو مازال صغير صاحبي. اش مازال صغير؟ بارك ما تدافع عليه، البرجوازي بحالو بحال الاخرين وصافي. راه كان غير كيتفلى معاك، علاش ما كتعرفوش كيفاش كيتفلى؟ اذا ما تغيرش. واه يا سيدي الفرضو ما عرفنيش انا. يوم لو سيدي تفاجئ ملي سولتو عليك انت غادي يكون نساك حتى انت ابو. وي المشكل ديالي هو اش غادي نقول الامل. واش بدك تزعطي في هاد البرجوازيه هادي؟ وعاد كتولي لنا انت برجوازي ونفقدوك الرفيق. وي ردوا يكوني برجوازي. وما سولتنيش فين انا دابا؟ عارفه بلي مسافره وما توحشتينيش. هاد الساعه باقي دونك تو فابيان. وي سافا. الي تصبحي على خير يا بنتي. تصبحي على خير. بوني. حتى انا كان كيصحاب لي ساكن فرزازات، ولكن غدا ولا بعد غدا غادي نوصلوا عنده. ما عندك تقول لي غدا بدل الادريسة ولا هبط الجنوب ولا طلع الشمال ولا حاجه اخرى تانية؟ ولكن الغلطه ديالي كان لازمني نتاكد فين هو، كان لازمني نتاكد باللي لقيتيه قبل ما نجي لهاد الثلث الخالي اللي ما فهمت ليه حتى حاجه. عندك الحق، عندك الحق على الله. يمكن كنبان لك شويه قديم في افكاري ابو فيو جو، ولكن انا بالنسبه ليا كندير هاد الشيء لخويا وبنته وغادي نكمل طريقي لهاد الثلث الخالي واخا بلا بك وبلا الخرشاشه ديالك.
الو لا ريسبسيون؟ وي مدام. بغيت نشكركم بزاف على هذا الورد اللي صيفطتوا ليا. باردون؟ بغيتي شي مشموم د الورد؟ ماشي لوطيل اللي دار لي ان بوكي هاد الصباح في بيتي؟ لا مدام، ولكن اللي حب الخاطر. نو نو سي بون شكرا. بغيتي بوكي واحد ولا جوج؟ لا لا سي بون سي جونتي ميرسي. الو منير، فينك دابا؟ توحشتك بزاف. اذا انت اللي صيفطت لي الورد. ندمت بزاف اللي خليتك تسافري وحدك مع سليفك. شنو ندير، انت هو اللي عارف فين كاين. انا غير خايف عليك. ما عندك علاش تخاف. سي بلو فور كو موا. انا فاهم باللي خاصك توضحي الوضعيه ديالك، ولكن خايف على البروجي ديالنا. انا ما خايفاش، جو سوي توجور اوسي ديتيرميني، حيت عارفك كتسمعني. ولكن الا بديتي كتهضر لي على ديك الخوف ديالك راه غتبدا تدخل ليا الشك. اذا من الاحسن ما تعيط لي حتى نسالي. فوالا علي جتا مخاس. Tu le savais peut-être pas, mais j'avais une fiancée. Avant de m'enchaîner, je suis allé avec une femme qui était proche de moi. Tu sais, j'ai passé 12 ans dans la prison. Je n'ai pas pu attendre. Je voulais que j'ai eu une femme qui était proche de moi. في الوقت كان باقي لي مازال 5 سنين. بعد واحد المده ما بقيتش قادر نتحمل العذاب اللي كانت كتوصف لي في البراوات ديالها. قررت باش نقطع معها، نرد ليها حريتها باش تعيش حياتها كي بات. مبقاتش كتجي تزورني، قد كتنعس معاها من ولا لقيتها بدات كتكتب ليا وكتوصف ليا لي زيموسيون اللي كتعيشها بحال اللي كتعيشها معايا. كاين ما فهمت هادشي حتى فهاد الفوت. هاد الليلة ولكن اللي قربت ليها كان عندها وجه آخر، وجه ديالك انت، وجه ديالها مبقاش عاقل عليه.
سمحي لي ما كنتش عارف هذا الشيء. جمعوك حيت كنتي كتهضري مع شي راجل. طلب مني باش نعت ليه الشارع الحسن تاني. ريحة ديال الشرب كانت كتكسر فيه. المهم ملي فسرت ليه الطريق زلق وبغى يشد فيا باش ما يطيحش، ولكن واخا هكاك طاح وطيحني معاه. وهنا فاش جاو البوليس وشدوك. لا غد في الصباح قدموني للتريبيونال، اتهمني بالتحريض على الفساد، انسيتاسيون على ديبوش، ودخلوني للحبس. وهو ما عاودش شفتو. كون شي حد اخر عاود لي هاد القصه ما تيقوش، ولكن كنعرف كثر من هادشي. دابا انت عرفتي كلشي. سمحي لي بزاف، انا كان كيتصحاب ليا وليت تخاصمتي مع كمال وغضبتي عند شي حد من عائلتك وشي وحده من صحاباتك وصافي. كان عليك تقولي لي هادشي في داك الوقيته. صحابي سمح فيا رجع لكندا بحال اللي كان بغا يدير هادي شحال. جو فريمون اون فام فورميدابل تو سي، ولكن ما تكرسوش عليك. اش كتعني؟ بغيتي تعرف واش نسو الشرف ديالي؟ واش اختصبوني بالعربية التعرابيت؟ صحابي انت راجل مزيان وموديرن، لكن كلكم بحال بلاتي ما فهمتينيش. فهمتك وفهمتك مزيان، زيد كنت كنتسنى هذا السؤال. انت اللي بغيتي ترجعني لخوك الصغير نقية ومسني حتى شي حد. لكن غير مره واحده ماشي شي حاجه. لا مارشانديز باقي فيها ما يدار. علاش كتكرهيني حتى لهاد الدرجة؟ بغيتي ولا كرهتي؟ جو سوي طون بو فخير، جو سوي ريسبونسابل دو توا، فهمتي؟
سعيد. أمل مراتي. أمل لاباس. مرحبا. وصل راشدية مع الصباح مع المسؤولين دواحد الجمعية مغربية من فرنسا، غادي يعاونونا باش ندخلوا الماء. زيدوا مرحبا بكم، تفضلوا. تشرب شي حاجة؟ نعم ما تعذبيش راسك، بارك الله فيك. راه كاين وراه حتى هو خراجك اللي دبر على التمويل ديالو، باقي خاصنا دابا غير الماء. غنتسنى كمال على برا. شي كاس عفاك ديال اش؟ ديال والو تخاوي. عجب ما عمرو ما هدر عليكم. غير تعطل بزاف. الا عندك البورطابل هاك النمره ديالو عيطي ليه. مرحبا تفضل. اشاعات كثيره، شي كيقول بلي كان رئيس واحد منظمه جمهوريه سريه، شي كيقول بلي كان زعيم منظمه امازيغيه واخا ماشي شلح، شي كيقول حوايج اخرى بلي حاولوا يفديو معاه. من الحق صعيب الواحد باش يعرف. ملي كنسولو على الماضي ديالو كيبدل الهضره، وبعض المرات كيتقلق. انت بطبيعه الحال عارفه شنو كاين، ما عرفتش بغيتي تعاونيني باش نفهمو شويه واش وقعت له شي مشكله في حياته. انت مالي؟ انا شكون انت؟ دغيا نسيتي انا ممرضه. لا ومن غير داكشي كيفاش نجاوبك؟ واحد ناحية ما عرفتش واش غادي نقدر نبقى حياتي كلها هنا، ومن ناحية أخرى خايفة تندمي عليه. عندك الحق، داكشي علاش أنا فرحانة بزاف حين جيتي. أبو آه فرحانة، فرحانة بزاف وكنتمنى تعاونيني باش نفهم كمال. القضية فيها الدخول هادي شي 7 سنين ولا 8 سنين الشلوح ديال هاد المنطقة نظموا واحد مولاتي المظاهرة ما عمري شفت بحالها في حياتي. كانوا كيقولوا شي وحدين أن أخوك كان من الزعماء ديالها، هذاك علاش الجدرمية تبعوه وتقلب الطوموبيل ديالو في واحد الحفرة. ممكنش ممكنش كمال خويا ما عمرو دار سياسة، زيدون هو ماشي شلح. غير بالنسبة لي في ديك الوقيتة إلا كانت البلاد متخلفة غير حيت كانوا الناس في البلايص اللي ما كيستحقوش. فهمتي شنو بغيت نقول؟ قضية القصيدة غير تيق بيا، أنا بعيني شفت الطوموبيل لا في راي. أما اللي قالك شي حاجة أخرى كذب عليك. فين أمل؟ بعد مني، عطيني الاتقار، ما باغي نشوفك انت ولا مراتك. سمحي لي خبيت عليك شي حاجه، ما كنتش عارف العلاقه ديالك ما بينك وبين كمال.
قلت مع راسي من الأحسن. أمل ماشي مراتي، مرات كمال. أنت بنادم أنت تكذب عليا كذبة بحال هادي بسببك؟ قلت لها بلي أنا عايشة مع أخوك، عجبك الحال دابا صافي. ولكن ما تقش فيك كمال كبغي أنا، سمعتي؟ وعدكم ما تصوروا منه. نشوف لو توك اورجونس بالنسبه ليها حتى انت غادي تسمحي فيها بحالو. مالكي ما تفهمتيش معاه؟ المهم من بعد ما عيطتي ليها مورتزات درت ليه ضرب على ماكلة. كيفاش خليتيها في هاد الحاله في كازا؟ ياك ما حملتي شمو الباب؟ سمعت الهاتف بارازا كتكلم في التليفون. وشنو سمعتي كاع باش دير لي الاضراب على الماكله؟ فهمت بلي كتصافري باش جيت تطلق من بابا. فهمت ثاني شي حاجه اخرى؟ بلي دابا عندك خطيب راجل اخر في بلاصه بابا. شنو صحابك؟ حيت باباك فرقني خصني نبقى بوحدي طول حياتي سي صا؟ يمكن هو تزوج وانا ما عنديش الحق. دابا انا جي با دغوا على مو على تندريس. اسمعي ليا مزيان، كل مرة خصها شي حوايج، عندها دي بيزوان اللي ما يقوم بها غير الراجل. عرفتي علاش؟ حيت المرأة في شكل والراجل في شكل اخر، هكا حنا خلقينا. هادشي علاش انا محتاجة المنير، يعني بغيت نفسر لك. اذا عندي الصح عندك خطيب؟ شنو خاصك ليلى؟ ياك واخا باباك سامح فينا وجد لك كلشي ياك ولا لا؟ هلكت راسي باش نخدم باش نشري لك دار غزاله ونقريك في مدرسه معتبره وباش تكوني على خاطرك وتكوني فرحانه. غير كوني هانيه، ما نسيت حتى حاجه، ما نسيتش لي فواياج ديالك على غفله، ما نسيتش لي سواغ اللي دوزتها بوحدي مع لابون، ما نسيتش لي اللي دوزتهم كانت بكي. اما من ناحيه الفلوس عندك الحق، ما عندي ما نقول، ولكن ما مر كنت كتعرفي اش كنت كندير بهم. كنت كنهديهم شي بنات من المدرسه باش قبلوا يتصاحبوا معايا. Thank you.
الحاجه الاولى اللي تعجبت لها هي الادريس اللي كانت عندي في لاكارت ناسيونال ديالي. ما عرفتش مين جات، ما فهمتش واش انا عايش هنا في تولا ولا كارت ناسيونال فيها الادريس ديال الدار البيضاء. المهم سنيت حتى جاتني واحد المشيه للدار البيضاء، وانا مشيت كنقلب على ديك الدار ولقيتها، دقيت حلوا الباب ما عرفونيش وما فادوني بوالو. سي نورمال ملي غبرتي اما خدات دار اخرى رخص من هذيك اللي كنتو عايشين فيها. داكشي علاش هادشي عندك ما واضحش، وخلي هادشي حتى الغدا الصباح نهضرو فيه. ما عندكش فين تبات تنعس انايا؟ مايمكنش، مايمكنليش انا نساني حتى الغدا في الصباح. غادي تطلق مني وغادي تخلي هادشي حتى الغدا الصباح ونهضرو فيه. قلت لك اجي جلس وغادي تسمع ليا، غادي تسمع ليا واخا ما بقيتيش عاقله ليا. يلا دابا انت كتقول بلي ما بقيتيش عاقله ليا، متفقين انا ماشي مهم. اذا ما غنتكلملكش على راسي، غادي نتكلملك على بنتك وعلى مراتك اللي ورتك في التصاور. ممكن توقع شي معجزه وتعقل عليهم. شكون قال؟ اذا غادي نعاودو كلشي من الاول. نهار اللي صافتو كوميسيون باش جيتي لهنا وصيتي امال يعني مراتك باش توصل عليا في لاكار، متفقين؟ دابا اش دارلك فهادشي؟ ولو وقعت لك شي حاجه في ديك الكسيده؟ عمرك ما تهضر ليا لا على الكسيده ولا على لا ميموار ولا على الماضي، فهمتي؟ شكون اللي مسلطك عليا باش تزرع عليا الشك في راسي؟ ها؟ علاش كتختار عليا الخرايف كاملين؟ علاش كتقلب؟ باغي تخرج عليا؟ زيدني انت جين دو بولي الله يخليك بوغ لا شومبر 517. سعاد، سعاد واش انت حمقات باتي الليل كامل هكذا؟ وحلي الباب راه ما نمشيش من هنا حتى تجاوبيني. سير لدارك بلا بك، ما عندي فين نمشي. شوف كمال انا ما غاديش نخرج من هنا حتى تفسر لي شنو واقع. انا راه براسي ما فاهم حتى زفته. انا راه داك السيد ما عرفتوش شكون هو، ما عرفت حمق ولا مالو. قالك انا اخوه، انا عمري ما شفتو ولا عرفتو. وهاديك خيتنا اللي جات معاه حتى هي ماشي مراتك.
نحس وعاد تسمعي لي. حقيقة أنا عمري ما عرفتك شكون أنت. ما عمرك ما بغيتي تعاود لي على حياتك وعلى داركم وعلى عائلتك ولا على الماضي ديالك. ما خليت ما حكيت ليه، ما خليت ما درت معاه والو. يعني كاع داكشي اللي وقع لي وقع بيناتنا ماشي هو اللي كان مسؤول عليه؟ ما يمكنش ننتقم. المهم بالنسبه لك انت خديتي الحريه ديالك. شوفي شنو جبت لك من عنده. شوفي بعدا. بحال الا بقيت كنصلح لوالو، بحال في الوقيته ملي خرجت من الحبس ولقيت الشعب اللي كنت عوال عليه طور ويحررنا من العبوديه ما داير والو. فهمت بلي هاد الشعب الغزال اللي كان موجود غير في عقلي وفي عقل المجموعه ديال المسطين بحالي. دابا كلشي ما بينيتك، خاصك تعرفي شكون بغيتي تختاري. عرفتي فهمتيني شنو بغيت نقول؟ ياك هادشي اللي كنتي باغيه، اشنو كان كيتسحب لك؟ الحريه خلعك حتى لهاد الدرجه؟ اش من حريه كتهضر عليها؟ كتقرر كلشي في بلاصتي وانا ما طلبت منك والو، ما كزال كتهضر لي على الحريه؟ واش حماقيتي؟ هادشي اللي كنتي باغيه حبلك؟ ما عرفتش بلي جيتي معايا غير باش تلقاي الطلاق ديالك؟ باش عرفتيها؟ كيفاش يمكن لك تكون متاكد لهاد الدرجه؟ مازال ما فهمتي بان الناس ما محتاجينش ديك السعاده اللي بغيتي تفرض عليهم؟ انتحار ديال صاحبتك ما علمك حتى شي حاجه؟ كان بحال هادوك. وشكون غتكوني زعما كاع؟ انا غير بنت الشعب. هادشي اللي كنقلب عليه حتى انا. كنموت في الشعب حتى انا.
تي دير شي بوسه شعبيه هذاك انت فريمون غير دير شي حاجه. نال ديني فليفله واش مفليفله تبان هذيك شهر ونسطون ولا هذيك البرجوازيه الحمراء اللي سمحات فيا وقرصتني غير كنت نورمال البرجوازيه ديال مهم ما عمرهم ما عرفوا شنو الحب هادو غير دي مارشانديز ديال النوم هذا هذا اللي تكتشيني عليك انت قولي لي يا بنت الشعب ديال كي سميتك سميتي نور الغزال ديالي عجبتك عاودي شنو سميتك نور موشيري عجبتك اي ما حشمتيش ما حشمتيش اش بغيتي عندي نور سميت مراتي اللي انتحرت وما خليتش تسرقي ليها سمعتي واش كتعرفي شنو يزيدك نور نور هي الدكتوره اللي غتقضي على باباكم كلكم قضية قلالية ولا لا؟ في نظر عمك لا في نظرك انت؟ ولا كان عمي غير كيكذب؟ لا ما نظنش هو ماشي من ديك النوع انا ما كنعرفوش اذا ما نثقش فيه ولا بدا ما يقل عليا ما عنده غير انا نسولكم تنقلب على واحد الفيلاج سميتو تولا عرفتو فين كاين تيني دغيا خطار اوس تولا تولا هانيك تشكا هانيك ما كتعرفوش تهضروا بالعربيه تهربت هو ورس نسي اوكي شكرا زوينه هادي ما كيعرفوش يهضر بالعربيه ما الطريق خليت لعب you
كنبغيك بزاف ماما. نسيت لك عطيتي زيت ديال باباك. إلا بغيتي تعيطي ليه غادي يجاوبني. حنا غادي نشوفك علاش قادرة. وانا ما عقلش عليا. انتي ماشي بنتو تبغي تشوفيه معايا.